تسمع صافي دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع حولي صاخبة ما أجمل الأرواح طواقة تلمع درب أسير على أطرافه ألما تنسل روحي من أصابعي تدمع فؤادي فاستبيحوا حنانه قولوا له أهلا إني أرى إني أنا أسمع كلام الصمت والعشق لو يسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع ضل خلاص خلاص احكي لك كلمة ست ملاك والله قلت لها بس هي ما عم ترضى ايه امي قالت لي مرت عمو قالت لي وانا ما قبلت بس بدي فوت اتسطح شوي على التخت وين بدك؟ شو قلتي خالي؟ هي اختك عصبية وبتتوتر بسرعة قلت لها مليون مرة المرة الحامل ما بصير تتوتر هيك معك حق بسيطة بسيطة شو امي طمنينا؟ نامت وارتاحت بس ماني مطمنة شو رأيكم نجيب لها دكتور؟ نحن امبارح جبنا لها دكتور وطمنا عليها يو؟ وليش ما خبرتونا؟ يعني مشان ما نرعبكم بصير هذا الحكي؟ معقولة نحن آخر من يعلى؟ ماما حبيبتي كتر خيرهم الجماعة انت شفتي حالتك لما ندريتي؟ ايه لا هاي غير هاي انت لو تسمع اختك كيف كانت عم تعيط وتصرخ على التليفون مرت عمو نحن فكرنا انه عملنا منيحة انه ما خبرناكم بس مشان ما نقلقكم هلا انا بس بدي افهم مو عم تقولوا انه مبارح جبتوا لها الدكتور شلون اليوم خليتوها تحكي معي ويا بالحالة ليش وين كنتوا انا وصلت مشوار ماما راحت على الغداء لعند خالتي كانت معزومة وانا بعد فترة رحت مشان جيب غداء الي ولمونة ولما رجعت ما طولت انا يعني كانت بحالتها هي كانت عم تحكي معك بالتليفون ويعني الشغله كلها صارت بعشر دقائق ربع ساعه يعني ما حدا غلطان مرت عمو
بس ما بصير البنت تنترك لحالها. مرت عمو، يعني عفوا اذا بتريدي، انا اللي كنت مبارح مع الدكتور وانا اللي سمعته شو قال وانا اللي بقدر اذا كانت بتنترك ولا لا. هي مرتي مو حدا غريب. حتى ولو ما بصير تنترك لحالها. ماما مزبوط، يعني لو كانت حالتها سيئه ما كان عبادة راح جاب غدا. بعدين انا ما بعرف خويفك لهالقد. هي مرعوبه ولهلا كلنا ارتعبنا نضال، بس منيح مرقت على خير. انا عن اذنكم امي عنا بنادول؟ ايه امي صيدليه. وانت كمان لوين؟ راح سكر المحل، سكرت على الواجهه. معك حق، روح. خاطري خالي. الله معك. معقول ما في حدا بالبيت؟ بس امي حلت تجي. يمكن اجت وراحت شي مشوار. انا اسفه عمو، اكيد عم اعذبك معي. يا ستي المهم النتيجه، انت بدريه لا تستسلمي. خلص هلا منروح شوي منضيع وقت ومنرجع. بس هيك تعب عليك عمو. عم تقوليها مو من قلبك، انا حاسس عليكي، مالك مصدقه تشوفي امك لحتى تصالحيها. مزبوط، بس كمان مو هين علي تعبك. شو طالع بايدنا؟ بس كمان بدر حلو يوصل على البيت. بجوز اخذته لبدر معه. لا ما بتعمل هيك بالعاده. طيب وشو عرفك؟ انت كنتي معهم؟ خلينا نمشي لانه انا بتعب بالوقفه، خلينا نمشي شوي بنرجع. وينك يا بدر؟ يا بدر؟ بدر؟ طول الوقت عم تقول خالي سامعتيني شي؟ ايه سامعك. بدك شي؟ لازمك شي؟ بدي ابني. وين فيني لاقيلك ابنك؟ بالبيت. بدي خالي عم تسمعيني؟ هذيك الساعة هيك حكيت ورجعت غطيت. طبيعي هذا اللي عم يصير. شرف. والله يا عمو مستحيل يتأخروا لهلا. يا عمو الغايب عذره معه، بعدين انت لا تصيري خويفه، ان شاء الله بكره نجي وبنشوفهم. انت تأخرتي، ما لازم تتأخري بالرجعة على البيت، يلا. صفاء قال انك انزلي تعشي معنا. ما بدي انزل اتعشى. براتب انت لبقى تفرجيني وشك بنوب. يا صفاء يا حبيبتي بلا ما يصير شي مشكلة، قومي انزلي. مشكلة؟ ليش مو انت سويتها لهي المشكلة؟ قرأت منزل انا ما بدي اتعشى. عم قلك انزلي وبلا مشاكل. هلا صرت تخاف من المشاكل؟ مبسوط انك بطلتني من المدرسة؟ لك بدي روح على المدرسة ولو بده يذبحني. وانزل له هالحكي لابوك. لك عم قلك روح له. اتصف لي يا صفاء. يا صفاء. هاي اجت امك. أمي ما تقومي تتعشي؟ يا أمي ما بدي أتسمم، ما بدي أتسمم. الواه الواه، لا بقلك تحردي كمان. أمي
ما بدي تعشى. وانزلي قولي له لأبي صفاء بدها تروح على المدرسة. روح قول له لأبوك أختك نايمة. والله العظيم والله العظيم إذا بتقول له مو رضيانة تيجي لأي مقيامتك. ما راح قول له ما راح قول له، هقول له نايمة. وانت تسطحي نامي بلا ما يجي يشوفك هلا ويعملنا مشكلة. إيه ماني خايفة منه، وقولي له إنه أنا بدي أروح على المدرسة. لك رح تروحي والله فهمت رح تروحي، بس بالمسايسي على مهلك. هلكتني لنامت، لسه مو أخدة على البيت. ماما ما بدك تعشينا؟ طبعا حبيبتي، بس كنت عم بستنى لحتى تنامي جيداء. بابا شو رأيك تروحي انتي تحطينا العشاء لأنه ماما تعبانة كتير؟ يعني من عيوني التنتين، بس قلت لك لسه مو أخدة على البيت وما بعرف ماما وين حاطة أغراض المطبخ. حتى تعرفي وين حاطة الأغراض لازم تتعرفي وتجربي بإيدك. يلا حبيبتي يلا. تكرم. نهلا من أولها انتي بتعرفيها إذا رختها رح تهلكك. ايه بس هيك مو معقول يعني. يا نهلة يرضى عليكي، مو جاي زيارة. بنتي وأنا بحبها أكثر من نفسي، بس لكن بكره كسلنتها. أنت بكفيك علاء، لازم تحطي لها حد من هلا. ها وإلا بعدين رح تخدميها هي وبنتها. ماما وين اللبنة؟ تفضلي. بالغسالة بابا. يعني وين واحد بيحط اللبنة؟ أسعد معلش خليني ومساعدها. أصلاً ما حدا خلاها تصير هيك غيرك أنتي. لك يا ماما أنتي وين بتحطي الزيت؟ بابا دوري عليه بتلاقي. وليش لدورت على ما بتحسن الدلني؟ ما أنتوا بتعرفوني ما بعرف شي بالبيت، بتصير كارثة إذا قامت ساعدتني. عفواً ما تأخذينا. طيب أنا هلا رايحة على المطبخ، بتلحقيني بتقعدي هيك مسددة وبتدلين على الغراض غرض غرض. إيه؟ إيه ماما سابقتك. إيه حبيبتي. أسعد ما بيصير هيك، البنت وقت اللي بترجع لبيت أهلها مطلقة بتكون حساسة وخجلانة كتير. حق معك، الواحد مو عارفان شلون بده يتصرف. خلاص روحي. يا ماما ما لقيت الزيت. يا تقريني ليك هون الزيت هون، ولا تعزبي حالك ليك أميني هون. خلي تقريني. ماما بابا ليش هيك عم بيعاملني؟ يو شو هالحكي أمي؟ أبوكي بده إياكي تاخدي راحتك بالبيت يعني؟ لا ماما أنا فهمانة على بابا منيح. وشو فهمانة يا فهيمة؟ مو ناقصكن همي بعد كل هالعمر، بيجيكن ومعي بنت كمان. يا عيب الشوم عليكي، في أم وأب بينحكى معهم هيك؟ لك يا ماما لا تجامليني، أنا بعرف إنكم بتحبوني بس مسؤوليتي صارت كتير كبيرة عليكم. والله عم اسمع منك العجب. لا ماما هاي هي الحقيقة. اسكتي اسكتي وبلا حكي فاضي. انت يا بنتي هلا زعلانة من الهم اللي مر عليكي؟ انا من شان هيك ما رح ارد. بس والله العظيم اذا حسيت او سمعت انك عم تفكري بهالطريقة لا ازعل منك من جوات قلبي. قولي لي شوف شو ناقصك انت وجيداء من شان بكره ننزل على السوق ونشتري. مو لازم نشي، اللي جبته معي بكفونا وزيادة. طيب حبيبتي انا هلا رح اجهز الاكل وبعدين بنقعد نحكي على رواق. ولي على عيونها مثل الحربايه. قال شو ما بدها تخبرنا مشان ما ترعبنا. ولا هداك السيد عباده شفته؟ شفته شلون كان عم يحكي معي؟ شفته امي شفته، بس الزلمه مرعوب على منى مو عارفان شو بده يساوي، فايت بالحيطان. هلا بيني وبينك انا ما بعرفه هيك نايت. لا هي اسمها حيواني. هلا شو بدنا بهالحكي؟ فهميني منى كيفها؟ بعدين حضرتك ليش ما بقيتي عندها ونمتي عندها؟ ما اجيت لحتى اطمنت عليها. نومي لا والله ماني نايمه مع هالوجوه الملؤومه، ما كان ناقص غير يقلعونا هي وابنها. لا اله الا الله. هلا نحن فين ولا بالبنت؟ قلنا لك البنت ارتاحت، والا ما كنت تركتها واجيت. خلص انا بكره بكير رح اروح اطمن عليها. لا أنا اللي بكرة رايحة أجيبها لهون ودير بالي عليها. إيه هيك بنطمن عليها. صباح على خير. إن شاء الله. شلون بدي يجيك نوم ونحن بلحالي؟ بدك الحياة كوسار؟ أنا مو جاييني نوم،
بس كمان مو جاي على بالي اسمع سيرة الست ملك وابنها وانت نازلة بفرم فيهم وهن حاطين بنتنا على راسهم. دخيلك انا هلا بزنتك، ما شفته شلون كان عم يحكي معي؟ شفته يا امي، قلنا لك مرعوب. ما حلو الرجال غير فهلوي. قولي على حظ اختك. امر من حظ امه. امي تصبح على خير، بتروح نام انا. روح نام انت التاني، افش قلبي لهالحيطان. لك لا لا يا امي لا، خلص فشي قلبك فيني، اصلا انا ليش موجود بالبيت؟ لا تفشي قلبك. انا اللي بدي نام، تصبح على خير. كان وقته هالشي كله؟ ما عرفنا اذا حكيت خالي ولا لا. راتب لابس سحل يا سيري. ها مشان الله يا ابو راتب، والله العظيم انه البنت حرمت. الله يوفقك، ما بدنا نضيع لها مستقبلها، خليها تروح على المدرسه كرمالي. قلت لك ما طلع من البيت يعني ما طلع من البيت، بعدين مستقبلها بيضيع يا خانم لما بتفلت. هاي لا تاكل همها، واذا صار هالشي لا سمح الله حاسبني الي. ايه ابي، واذا بدك انا بصير باخذ لك اياها وبجيب لك اياها. انت روح على مدرستك ولا تتدخل. اذا امرت ابي. روح امرك. وينك وجهها؟ هالسيرة ما تفتحي ليها بنوبة، خلي تقعد كام يوم بالبيت لحتى تحس بغلطها، بعدين بنحكي. روحي سخني لي الشاي، خليني مزهرم لي كام لقمة. روحي. ولا قوة إلا بالله. مرحبا راتب. أهلين. ما عرفتني أنا بدرية. عرفتك. أهلين بدرية، كيفك؟ الحمد لله منيحة. بدي أسألك، شفت لي شي أمي أو بدر؟ لا والله، أنا هلأ طلعت من البيت. مو قصدي هلأ، شفتهم شي بهاليومين اللي مضوا؟ والله أنا صار لي كم يوم ما شفته لبدر. شو بده يكون صاير؟ حبيبي الله يخليك، سألي أمك أو أبوك إذا شافون. يا تكرمي. وشو بدها هي منك؟ خير شو في؟ يلواه يلواه، منين بده يجينا الخير من بدرية خانم؟ روح حبيبي، روح إلا أبي مو فاضي. استنى، شو قالت لها؟ قال مو ملاقي أمها بالبيت. يو، ليش نحن مخبينا لأمها بجيبتنا؟ هلا أنت روح على مدرستك ولا تقلها شي، روح. شو حبيبي؟ ناوي تروح تشوفها للخانم؟ بدها كان يتخبم تهديك المرة؟ عم بيقول لك مو ملاقي أمها. بعدين هذاك النهار اجى واحد سأل عنها، قال ما عم تروح الشغل. شي
مرحبا وجيه. اهلين اهلين ابو راتب. شلونك طمنيني عنك؟ الحمد لله ماشي الحال، انت كيفك؟ والله الحمد لله. وجيها والولاد؟ كله بخير، امك شلونها؟ والله ما بعرف يا ابو راتب، عم دق عليهم ما حدا عم بيرد. لوين يا مهوي؟ بدي روح على المدرسة. قولي على عيونك، لك ما سمعتي ابوكي شو عم يحكي؟ امي ما دخلني، بكره بيطردوني من المدرسة من كثر الغياب. ابوكي واقف برا مع بدرية، هلا إذا بيشوفك بيقوم لقيامي فوق راسي، فوتي خلصيني اشلحي. ماني رايحة، بس يروح بدي روح. ليكي هلا ماني فاضية لك، بس افضى بورجيكي. قولي ليكون غاطت على قلبها جوا. بعيد الشر عنا، حتى لو غاطت على قلبها، بدر وينه؟ بعدين اجى واحد من الشغل سأل عنا. لك ليكونوا مسافرين لشي قرني. مسافرة يا ابو راتب؟ امي وين بدها تسافر؟ لك كل الدنيا قطعتها بسببي. تجي روح لعند بدر على شغله. ايه مزبوط، رح روح شوفه. اجري على اجرك تعي لهون. لك تيسر على شغلك يا ابو راتب. شو عم تحكي انت؟ بدر يمشي يمشي. قولي على عيونك. انا بورجيهم. امي شوفي ما في شيء، روحي من وشي. شو دخليني بروح على المدرسة؟ ويني مو ناقصتي وجع راس؟ طلعي على اوضتك وخلصيني بقى يلا. المشكلة إنه ما عاد لي فيه كمان، كل شيء للغدر. الغدر هذا اللي طلع معك. بس معك حق، يمكن هاي الضغط اللي عليك خلتك تتخيلي قصص كلها يا توام. وهم؟ رح بتطلعني مجنونة كمان؟ لا، أنت مالك مجنونة، مالك مجنونة، بس منى أنت نفسيتك تعبانة. فيني أسألك سؤال؟ سألي. ليش قمت التليفون من الأوضة؟ مشان ما أتصل بحدا. قمت مشان تنامي وترتاحي بدل ما حدا يزعجك. كاسة العصير؟ شو حطيت فيها؟ لا بدك تقلي انك ما شربتني كاسة عصير كمان. شربتك كاسة عصير منى. انا سويت لك اياها بايدي. اي جزاتي لاني انا عم دير بالي عليكي. الله يسامحك. تسطحي وترتاحي. لا لا تقرب علي اذا بتريد. حاضر ما رح اقرب عليك، بس ارجوك تسطحي وترتاحي، انت لازم ترتاحي. انا ما بدي ارتاح فيك. اذا بتريد تطلع لبرا بدي غير تهابي، بدي اروح لبيت اهلي وبتطلعني وبهدوء. ايه مش عم تقولي بهدوء. أنا كمان ما فيني أعيش مع وحدة ما بتضايقني. خلص تمام هيك، بعتلي ورقة طلاقي لعند بيت أهلي. كل بس تأمل.
ابو عدنان، ابو عدنان كول. عن جد عم تحكي؟ عن جد عم تتهميني باني انا اعطيتها الدواء لمنى لحتى تنزل الولد انت؟ لك شو مجنون انا مجنون؟ لك شو الحياة هي؟ لك هداك النهار امي انت بعيونك شفتيها كيف؟ اتهمتني ظلم باني انا ماسك العصاية بايدي انا وعم بضربها على بطنها لحتى ينزل الولد. طب بصير هذا الحكي؟ بصير؟ لك مو حرام؟ مجنون انا مجنون مجرم. امي انا مبسوط بانك انت حنونة على مرتي وتخافي عليها، بس مو لدرجة انك توقفي معها ضدي وظلم. لك بكفيني هم ابني المريض اللي جاي، وبكفيني مرتي اللي صار بدها دكتور نفسي، بكفي. شو بتفسر اللي عم يصير؟ ما بعرف ما بعرف، انا مهندس امي مالي دكتور، الامور هي ما بفهم فيها. انتي مرة تفضلي اعطيني تفسير اللي صار. ليش ما نزل الولد اذا كنت انا عم شرب هذا الدواء؟ ليش هيك معاندة يعني صدفة؟ ما بيجوز تكون اخذة برد ولا ممغوصة ولا اكل شيء ولا الف سبب وسبب. لازم كل شيء يكون عم بيصير معه اكون انا سببه. ولك اخ اخ أخوكي صار له كم يوم ما أجي على الشغل. طيب آخر مرة كان هون وراح ما قال لك شيء؟ ليش أخوكي بيعرف يقول؟ ليش هيك عم تحكي معنا؟ لا أنا ما عم تفهم علي. أنا بلا ما بعرف وين أخوكي وهي بترجع بتسألني. وليش عم تحكي معنا بهاللهجة هي؟ المخلوقة الآن على أمها وأخوها، بينقص منك شافة إذا حكيتها منيح. وهلا شو المطلوب؟ ولا شيء أخي. أمشي مدري أمشي. يلا معكم دربي سد ما يرد. طولي بالك يا بدرية طولي بالك، الغايب عذره معه، بجوز يكونوا زايرين عند حدا. ما بيعرفوا حدا يروحوا لعنده، بعدين امي ما بتنيم بدر برا البيت، وهي بحياتها ما نامت برا البيت من شانه. شكله في شي مصيبة صايرة، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا ندور عليهم يا بالمخافر يا بالمشافر. هلا امشي امشي يا بدرية. عن إذنك بدرية شوي. ألو شو في وجهها؟ بالشغل عندي تصليحة. لك هلا مو وقت الحكي، واقف حسن له. بس فهمني بدرية شو بدها منك؟ لوين أخذتك وراحت؟ طول بالك ليش هيك منرفز؟ بدي أفهم.
بس تنزل من على السلم حاكيني. بقص ايدي اذا ما كانت معه لهلا. امي اتصلتي مع ابي؟ لا ما اتصلت. الا كان مع مين عم تحكي؟ مع العفاريت. شو عم تعملي تعيي معي كمان؟ اعوذ بالله امي، بس بدي اطمن على ابي، والله خفت عليه. شو قصدك وليه؟ ما قصدي شيء امي، ما قصدي. والله بنخاف عليه. ولي على عيونه شو وقعه، سحبته من بين ايدي وانا واقفه مثل الجدبه. يا دبدوب يا احلى محبوب، يا دبدوب يا دب يا دبدوب يا دبدوب يا محبوب. ما بفهم شيء، انت ما بتعرف تغني اصلا. يا دبدوب عادي. يا دبدوب يا دبدوب يا محبوب. قلت لك ما بتعرف تغني. يا دبدوب يا ماما. ماما ماما شوفي شبكي. انا علي ولا شو عملت لها؟ هي ما في شيء. انا بدي انا بدي ازح معها. انت عم تمزح معها؟ انت رح تجنني ها؟ ليش حاطط عقلك بعقلها ولا؟ ما في شيء اختي، ما في شيء. ادي وقي انتي. لا اله الا الله، ولي عليك ما اغلظك. شبكي ليش عم تعيط عليه؟ ايه فلجة للبنت. العمى ما اغلظه. انا خلص انا ايه انت الغليظ. انت ما حتقدري. هي خلصة. اسكتوا لا والا بكسر راسها. رح تضربي حالها. علاء لارا. بس يا بابا لازم يفهم انه هي صغيرة والا عن جد رح كسر راسه. لك بنتي شبكي، ما كنت تكبري؟ هذا الحكي لي بابا؟ لكن الي؟ لك بنتي روحي عيني، لك هذا طفل مثله مثله. ايه ضربي ابوتي ها؟ علاء انا موصلة منك معي لهون. انا وصلت هون ها؟ خير شوفي. ليش طالع صوتك علاء؟ تعي اسمعي ماما تعي. قال بابا انا اللي ما عم بكبر، يعني يا بنتركه على راحته يا بنطلع نحن الغلطانين. تعي 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 حبيبتي تعي خلينا نروح. لا لا خليزة لا لا خليزة لا لا خليزة لا لا خليزة. خير ابو مجدي شو صاير؟ ما بعرف ما بعرف، حاطة عقله بعقله. بابا ابوس ايدك، لا تحكي مع جيداء. ابوس ايدي بابا، انا حبيت بابا، حبيت انا. ليقوم يصير له شيء، مالي لقياني، خلص اتركه. حاضر. روح راضية، الله يرضى عليك، روح راضية. كمان حاضر. خلص تقبر قلبي، لا تعصب، لا تعصب ماما. يا حبيبي أنت لا تعصب، ما بيسوى من شانك يا عمري، أنت مو بتحبها للماما؟ مالا ماما. إيه خلص لا تعصب، لا تزعل تقبري، لا تزعل. حبيبي عمل الواجب ولا تنسى. ماما بكرة الجمعة مفيش مدرسة. حقك على راسي يا حبيبي سوري. ماما عادي ماما ايزي ماما دونت وري. ده فين الكوكو والأرجل الغربي؟ وعرفت الباربي والأرجل الغربي. ويز ماي بيرمان. بابا فين؟ بابا نام. يا سلام عايزي عايزة ادخل الحمام. لا لا تجي. انا جاي انا جاي. ايه يعني اكيد اكيد صرتي منيحه؟ ايه تحسنت الحمد لله. عباده هو اللي رح يوصلك ما؟ ايه رح يوصلني عباده. يلا بدك شي انا جاي. ماشي ماما، باي حبيبتي باي. تفضل.
كيف صرتي منى؟ الحمد لله احسن ما كنت. شو؟ شايفتك عم بتضبي شنطتك؟ هيك احسن. شو هو الهيك وشو الاحسن؟ بالعقل منى؟ انو عقل مرت عمو؟ عبادة ما خلى للعقل مطرح. يا بنتي رب العالمين حرم الظلم وانا ما بريدك تنظلمي. بعرف حاسة ومقدرة، بس بنفس الوقت ما بريد ابني ينظلم. انا ظلمته؟ بشو ظلمته؟ يعني انتي بجوز ما ظلمتيها عن قصد، انتي ظلمتيها عن غير قصد. انتي متأكدة من الحكي اللي حكيتيه؟ طبعا متأكدة مرت عمو. من يوم ما فتت على هذا البيت التليفون ما نقام دقيقة واحدة من محله. تليفون نقام من الأوضة وأنا نايمة يا مرت عمو. شو هالمصادفة العجيبة؟ من يوم ما فتي على البيت ما مرضتي، وعواد عم يقول إنه هو قام التليفون مشان تاخدي راحتك وتنامي وما حدا يزعجك. وعبادة حنون، وكل شي صار معي من بعد ما شربت كاسة الليمون كمان صدفة؟ مو صدفة منى، أنت مرضتي وجبنا لك بالليل دكتور. إيه وتحسنت. تحسنتي بس ما طبتي، نزلت حرارتك وما حدا بيعرف شو كان معك، أخذي برد ولا ملتهبة أمعائك. كلياتنا يا بنتي تحت ألطاف الله، وما حدا بيعرف من بيناتنا شو بده يصير فيه بين ساعة والتاني. بس أنا حاسة إنه كان في شي بكاسة الليمون، كانت طعمتها غريبة وأنا قلت له العبادة. واسأليه، اسأليه إذا بدك. حاسة منى، وقبل منا شفتيها عم يدروك بالعصاية على بطنك، وأنا كنت موجودة وما كان معه شيء. يعني شو؟ يعني خلاص أنا جنيت؟ لا لك بنتي، أنتي مهمومة ومصيبتك كبيرة الله يعينك. وعبادة عم ينظلم بيستحمل كتير الله يرضى عليه. بس هو ما بده الولد. رحتي معه على الدكتور برجليكي، هذا دليل على أنك فكرتي بنفس الموضوع، يعني أنتي ما كان بدك الولد مثله. رؤي ما في شيء ما بيتصلح. مرت عم نصحيني، صحيني لأنه أنا الظاهر عم بغلط كتير، ماني عارفة أنا شو عم بعمل. الظاهر نحنا كلياتنا متوترين. أنا مرقت علي ساعات اتهمته فيها العبادة. نحنا نسوة مثل القطة، تاكل ولادها لحتى تحميها، وبتخرمش صاحبها اللي عم يراها. أنا أكلته العبادة وإنتي خرمشتيه، هو المسكين بكفيه هم ابنه. العمل كل شي بيتصلح، رجعي هتياب على الخزانة وبكلمتين حلوين بينتهي الموضوع. أصلاً عبادة عاسرك وأنا رح أطيب خاطره كلمتين. بس بدي شغلة منك منى، ليش عم تخبي على أهلك قصة ابنك؟ لأنه ما بدي زعلهم. ولأمتى بدك تخبي عليهم؟ ما بعرف منى. أنت هلأ بحاجة أمك، ووجود أبوك وأمك وأخوك اللي جنبك بيساعدك كتير. وبصراحة أنا خايفة أمك تزعل، لأنه هديك المرة زعلت كتير لما ما خبرناها أنك مرضتي وجبنا لك الدكتور، وكانت ناشفة معي ومع عبادة كتير. بقى الله يرضى عليك، ما ناقصنا مشاكل. هاليومين اللي مروا ما بحسبهم من عمري بنوب. خلص رح قلن. عبادة قاعد بالصالون، أنا رح أروح عند أختي وأخذ نوريا معي.
شو صار معكم يا جماعة؟ نجات اسمك بقى متساوي شي، شو هيك تساوي لنا انت صحن السلطات بابا؟ حطوا نوعها ووصلوا لنا منيحة ونعمها للسلطة، انا روح قلبي سلطة ناعمة. ماما وين الليمون؟ ايه حبيبتي بالدرج البراد تحت. سمعت بدرج البراد بتطالعهم وبتعصرهم، انا رايحة البس جيدة، يلا باي. معقول؟ لك معقول هالشي؟ لك انا طلبت منها هي تساوي لنا صحن سلطة. معلش يا ابو مجدي طول بالك، يعني بنتك بتعرفها. لا اله الا الله. أسعاد كرمال الله شو صار بهالساعة؟ ما بدك تروح تجيبها؟ بس فهميني شلون وكيف وإمتى بدي روح. إذا بنتك وزعت لي مهماتي بدها يعني أخذ بنتها وابنك على الحديقة، لك طلبت منها صحن سلطة قامت لبستني إياها دي. أنا طول عمرها هيك بتخلي الواحد يشتغل الشغلة وتطلع هي برانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسعاد خلاص تريك تريك من إيدك تريك. لا تركيني ساعدك، أنت كمان الله يعينك. أبو مجدي كرمالي خلاص تريك، روح شوف علاء. ها؟ يعني أنت الثانية وجبتيني وأردفتيني لعند علاء ما هي؟ الله يرضى عليك روح شوفه. لك تكرم عيونك أنت. شو ماما؟ أنا رايحة. نور ياسبعيني. حاضر مدام. ايه ماما فردة بقى شو حكينا؟ ولو عبادة انت قلبك كبير. بتموني ماما بتموني. مو بس انا، طيب خاطر مرتك المسكينة مكسورة واللي طلع منها مو قاصد. امي الغيها الاجازة ومن بكرة رجع على شغلك وعيشوا حياتكم بشكل طبيعي. يلا بخاطرة. مع السلامة. تلي المرته. ومين اللي جاي لعندكم؟ طيب ماما انتي قدرانة تستقبلي حدا؟ ديري بالك على حالك. ايه؟ يعني اكيد صرتي منيحة؟ ايه الحمد لله. لا حبيبتي سلامتك. مع السلامة الله معك. لا تقلي مو حلوة. حلوة باخد العقل كمان ما؟ وأحلى حامل كمان ومجنونة شوي، بس أنا متأكدة إنه جوزي حبيبي قلبه كبير ورح يسامحني ما هيك؟ بس أنت أحلى حامل بالعالم. إيه مزبوط. وأحلى بنت بالعالم كمان مزبوط، بس مجنونة ما اسمح لك فيها ابنو. عبادة سامحني، بعرف انا غلطت بحقك بس عن جد مو قصدي. الحمد لله على سلامتك حبيبي. زعلان مني؟ صدقيني منى انا بزعل بس لما بشوفك مالك مبسوطة ومتوترة ومتضايقة. عبادة خلص لا تخليني احس بالذنب اكثر ما لي حاسه. قلي اي شيء فش قلبك. بحبك عباده. اشتقت لك. رح ندفك. ها يعني مو انا لازم احكي معك كلام طالع نازل لحتى تروقي؟ ايه بدي اياك تفش قلبك. طيب ولك الله يلعن اللي ما بيحبك وما بيموت فيكي.
هناك من حولي صاخبة ما أجمل الأرواح طواقة تلمع درب أسير على أطرافه ألما تنسل روحي من أصابعي تدمع فؤادي فاستبيحوا حنانه قولوا له أهلا إني أنا أسمع كلام الصمت والعشق لو يسمع صاف دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو تدري